سي سعيد الهدنة على بركة الله يخليك تصاحب الرتبة الأولى في المحرك رقم 2. نبيل شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك. تفيقات على هاد الصربة اخويا بالصحة والراحة. شكون هذا اخويا؟ الرقم 20 بالصحة والراحة. هاد 5 صراب اللي اعلنت على الرتب ديالهم يتفضلوا معنا عافاك. وحدة مورا وحدة يا وليدي هي بصحة وراحة. تبارك الله عليك سالمين غانمين بصحة وراحة. شكون اخويا المجموعة؟ عينتا وشطار بصحة وراحة سالمين غانمين. هو بالعشب خيرة في غيرها. سمعوا بعضياتكم الجماعة اللي كتربح واحد ماشي واحد كيربح ربح. سالمين غانمين يلا خويا مولا نوبة. صحة وراحة كنظن عندك رقم 2 ياك؟ 2 مرحبا بيك. ناس الحجب سي بن عيسى حسان تبارك الله عليك انت وركاب الماك هدى انت ولا زلت تبدع في الفن الفروسية التقليدية. الان غادي ندوزو مباشرة وغادي نناديو على رقم 3 وغادي يكون معنا سي محسن مصطفى. تحياتي للمنابر الإعلامية سمعية أم بصرية كانت من التواصل ديالها معنا والحضور ديالها معنا اللي كتنقل لنا الحدث من قلب جماعة ألماس للعالمية. شكرا لكم على المجهودات ديالكم. واحد الاعلان من المواطنين المهرجان. كنقول لكم جمهورنا العزيز ان دقيقه يطلق بالريما صحه صحه سي خالد بالريما ناس ايتيادين تبارك الله عليك انت وركاب الماك. نعاود نقولها لك كما قلتها لك العام اللي فات ارى اللباس الموحد سروج الموحده دقه في اللعب والبارود ما عندي مثل تبارك الله عليك انت وركاب الماك ابدعت ولا زلت تبدع في فن الفروسيه التقليديه في انتظار القرصه الثانيه وشي مرصه تكون قطعه. يلا اخويا حافظوا لي على الترتيب الخيول هما اللي الخيل في المحرك رقم 1 عطيوني الترتيب والنظام ثم النظام. جمهورنا العزيز المنظمين المهرجان كيعلنوا ان قدام القهوه ديال شدا والقهوه ديال بدر كاينين 2 فرق ديال الحيدوس اللي بغا يمشي كاين
بين فرقة جمعية إسمون إفران للإبداع والثقافة والتنمية وجمعية إسمون لفن أحدون. صحة وراحة ليت العسلات يكبر صحابيني كان خدات تربي هنون وهذه احلى تحيه للناس سفيان بن سكري. تحية للشباب، تحية لكل كل واحد باسمه. سير سيدي على الله وعطينا السلامة والتيسير. عطينا الترتيب المحرك رقم واحد. عطينا المحرك سيدي سير. يلا خويا عطينا رقم واحد ونعطيو رقم جوج. يلا خويا عطينا الترتيب. سير سيدي على الله أيوز أعطى ودوش. الموسيقى كان معنا سي حسام بن زكري صاحب رتبة 6. الآن غادي ناديو على صاحب رتبة 7 ويكون معنا سي حكيم القرشي. حكيم القرشي شوفي إشارة عفاك حكيم فات. وصلنا لصاحب رتبة 9 وغيكون معنا سي حموش دريس. حموش دريس توا والو 10. سي يوسف عباوي. يوسف على بركة الله خويا يوسف مباشرة يستعد معاك سي بوطيب حمو. بوطيب حمو يلي صاحب رتبة 12 وغنادي على سي الحسوي أحمد. الخيال أبني الخيل عطيوني الترتيب الترتيب ثم الترتيب بداولي رقم واحد لما كانش عطيوني الجوج. يوسف يوسف عباوي عافاك اخويا خلي مسعود يتحدو يفوت. راه مسعود كاين وعزو المكحلة منين نهضر معاكم عزو المكحلة. صح زيد اخويا زيد قرب عندنا السربة اللي خرجت تقرب عندنا ما تخرجش ليا راس المحرك. راه كاين بلاصة فين كنخرجو باش نتواصلو معاك نعرفوك واش عطيتينا طلقة وشكون انت. اي تشرو واش كل المحرك ما عدا تابعنا واش هذاك اللي نصب عندي في المحرك جوج هو اي تشرو. هز المكحله الا كنت انت ماشي انت اي تشرو ماشي انت. زيد اخويا زيد واش انت ما تقدوش تهز المكحل ولا كيفاش؟ سي عالمية عايد عليا انا رقم جوج حمد الشعب. ايوا سي حكيم القرشي عن جمعية تنمية البشرية ممثل جماعة. إذا للتذكير عشاق فن أحيدوس الفن نغتي زوري واللون هو الأطرار أوال أعشاق الأطلس وين الناس هذا يتشمل الفراوس هذا يكمل التبوريضة إن شاء الله نو حيدوس صحيح راحة الناس اللي بغى تفرج فن أحيدوس إنفو غادي نسال إن شاء الله مراحل عروض التبوريضة. خويا يوسف يوسف ندحها خويا كعبا المقدم راه باقي ما ندح الله يرحم الوالدين عاد سمعوا المقدم ديالكم يلا خويا كتحيي الان الدوره الثامنه من ملتقى والناس للتنميه المحليه فرجه ممتعه لو تسلم ميري ديك التياض اللي كله النادي وسال ارسل هذه تفراو صحا يلا خويا مولا نوبا المحرك رقم واحد العباوي 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 يتفضل العباوي يوسف إشارة 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 المحرك المحرك الله يخليكم
ناس معايا عزيز هادو سي عبد السلام شكون اخويا؟ اخويا عطوني النظام الله يرحم الوالدين باش نمشيو معاكم واحد واحد ما كاينينش واخا سيدي بوطيب حمو استعد اعطيني اشاره بوطيب بوطيب حمو رقم 11 صحة تبارك الله عليك المقدم اعطينا المحرك سيدي سير تعمر اذا 11 اضرب على بركة الله دابا سعيد على بركة الله الصحة سي عسلام المعزيز الصحة والراحة تبارك الله على السي أمني عبد السلام المعزيز جمعية أمني لتربية الخيول الفروسية والمحافظة على النسل اعطوني احمد وحسين واحد ورا واحد احمد وحسين صحة وراحة سي سعيد الهدنة تبارك الله عليك تصاوب معاك دابا ولازلت تجاوب ديال الجبال الفروسية التقليدية نذكر ان الصعوبة اللي امامنا شاركت عدة مرات في دار السلام واحتلت مناصب مشرفة سي سعيد الهدنة جانا من مدينة تتمارة بغي نقول ليه مرحبا بك معنا في الماس وان شاء الله العقبة الذهبية كي تعطيني النص ما دعيت معاك صحة وراحة سي حمد عبد اللهوي سير بقيادة المقدم خالد بالريمة يلا المقدم توكل على الله عليا السلام عليكم ان شاء الله تبارك الله عليك ازي تفضل اخويا عطينا المحرك عمل هذا عبد السلام العامري ناس الغرب يلا سيدي اذا صور شويه سيدي اللي واحد شويه وخرجوا شويه بعيد والجمهور ملي يكون جاي العلام سكتوا واحد شويه اللي بقى في الحال باش نعاود ويركض شوف العاود وسكت الله يرحم الوالدين تبارك الله على الصربة هذه الصربة بقيادة عبد السلام العامري الصربة اللي جاتنا من منطقة الغرب سيدي سليمان شكرا عطينا صحة سيدي السراج تبارك الله عليك الناس ديال السلام سير تعمر عبد السلام الشيخ
ديال الباريه شيخ الشيوخ الباريه 55 89 عام يا ربي زيد طول في العمر رشيد يا رشيد يا الرمضان يا ناس مرموس يا ناس المعزه والعدروس يا ناس الزرميه والكسكس يلا حركم المن محمد جيجي جلنا من شيء جماعة أيت ميمون جمعية إيسان أسامر محمد حرق بالليل إذا الرقم 19 حسن عسيوي كاين أعطيني إشارة عسيوي العسيوي هو قدم وهذا اللي داز إذا تبارك الله عزيزي. سعاره وعزة علاوي سعاره الناس مكشميرة يلا اعطيني المحيطين كل عزم سلطعة تبارك الله عليكم مولا بيضا العروسي علاوي وعزة علاوي من جماعة ولي صاحب سي 21 سي حمو الشعر حمو والشعر ما كاينش غنمشيو ل 22 وغادي النادي أنا سي عبد الله الزاهري عبد الله الزاهري تبارك الله عليك سالمين غالمين هذا هو كان ديال النادي النادي على 23 يكون في استعداد السي أحريز بن سالم أحريز بن سالم صح سي زهري عبد الله عن جماعة الحد بوحسوسان من جمعية أي تحيا وتساعدنا تعوينات صحة وراحة نذكر أن سي زهري لم قدم الشاب الأنيق رقم 16 متميزة حدو سقريني حدو تبارك الله على مشى حمو حمو دمه على خطو هذا البريد المقدمين اللي كيدخلوا مباشرة المحرك عمرتو دوزو من برا الله يجازيكم بخير ديال المحرك ما تعاودوش تدخلوا وسط المحرك تبارك الله عليكم جميعا إذا كنطلبوا من سيارة الإسعاف باش أنها تلتحق بينا الله يخليكم عندنا واحد فارس مصاب إذا غادي يجي عندنا البلاصة اللي كيعمروا فيها الخيالة 35 حنا تنذكروا ما عليكمش اسيدي تبارك الله شهيد يا شهيد
السلام في جهه فاس مكناس. ناس الحاجب الحاجيه كتشتم، ناس الحاجب كلها كتعجب. تبارك الله على خويا شاري، يلا واحد ورا واحد. ابو لنوبا اعطيني رقم واحد. جزيكم بخير. بالنسبة للسراب اللي كاينين أمامي الآن، الله يجازيكم بخير، حافظوا لنا على الترتيب وعلى النظام. حنا دابا واخا كنكونوا كناديو من هنا على السراب وكنعيطوا على المقدمين وكنطلبوا منهم يعطيونا إشارة، كاين بعض المرات السراب اللي ما كاينينش، ما كيعطيكش إشارة حتى كيطلع سربة وحدة أخرى وأنت ما عطيتش الاسم ديالو باش أنه يجي. حافظوا على النظام والخيانة اللي غيكونوا ليه، الله يجازيكم بخير. الخيانة عليك بن عمو أعبو، هادو وليدات القبليين. هذا تحية سليمة ديالكم. أيوز النون سيدي ثلمير النون، تفضلوا سير عمرو ودوزوا من مور الخيانة. أمعان إيه هاي وهذوك المعروض زيتي خويا علي تقفليت ناس ديال والماس جمعية تامون يسال الفروسية. مرحبا خويا حركم المن السير الرحيمي الناس ديال الرواشد. أين ولدي؟ الشباب الشباب جلس ترى بعد ما رفضت جيني يهضر معايا واحد، جيني يهضر معايا واحد. شنو هذا؟ جلس ولدي الله يخليك الوالدي. ما تكونش اناني الله يرحمك. صحة وراحة سي محمد الزياني. دقيقة سي محمد الزياني. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك سي محمد الزياني. محمد معرير يلا اش كتسناو صح؟ ودابا خيرها في غيرها. السلام والسلام للجميع الاخوان الخيال. اسمعوا المقدم. بارك الله عليكم اسيدي. اشاره احمد منان. اشاره ما كاينش احمد منان، ما كاينش. يلا الجمهور. تبارك الله عليكم، تفضلوا تفضلوا مقدم معريف. تبارك الله عليكم كاملين لكم العز. نزول طاع الكلمه السماعه مازال هذه غادي يكمل. او حسن بن سكري الاب. هاد الجماعه جماعه ايت واحد. تفضل سيدي. اول ماس هذا رقم سبعة، يعني ما تخليش شي واحد اخر يدوز قدامك. رقم سبعة حكيم القرشي. زيد تدرس ما فيها باس نجمع الطلبة ساهمين مع من تعب مزال معلم بحال تنقولوا لي احنا المورا ديالنا ركدات.
كاين اللي كان انا قال لك الدو هو هي انا فايقه سير اولي مازال الطق جاي واخا خويا يلا خويا وين نبدا اصور لي على وليدة تيتوري بلايا راك نوصي سي عقل حرج خويا راك ملي جيت وانت كتبدع بالصحه الراحه اش بان لك اليوم وهذيك السعود على 10 عم دخلوا على الحساب ولا لا؟ لا خدنا هذي حدا كورنان هذا بينانتي هذا يتماركا ولا ما يتماركا؟ شوف الجولة راه كاينة قيدوه قيدوه اعطوني مولاي ادريس المنصوري المحرك المحرك مولاي ادريس المنصوري كتسمعني حموش ادريس مرحبا مسعود اي تحدو كاين هادي الله يرضي عليك امنوع عندي زري الزلاكا كديوت اتوكل على الله يلا ابو تكزاوي دوما قدام تحية خاصة خويا منير منير سي منير ناس يسعد الصادق ربي اش كتسنى روحكم ونسيناهم للناس اللي سهروا على الاناره ديال المهرجان الناس اللي سهروا على الاناره اللي خلاو الموسم ديالنا هذا المهرجان ديالنا في الليل كيبان بحال النهار شكرا للناس ديال الطب شكرا لكم بزاف من هذا المنبر ومن دابا كنقلب على تان باي قال لك ها عقت بيك عقت بيك عازير ولكن ان شاء الله ما عرفتيها كيفاش تجي سير على الله السلامه وانت سير الجميع صحة شكرا حموش صحة ورحمة فيها ناس تبارك معنا خويا هشام بقي ناس سامدة ناس الحاجب جاية وتشتم ناس الحاجب كلها كتحجب تبارك الله عليك ملي تيهزو الشموع ماشي الديور زيد الله يعز بيكم الله لا يخطيك اخويا نبيل ليلاك ليلاك ما كانش غيكون هذا الموسم جميل لهذ الدرجة الله يحفظك وين تجي انا وانا وانا اش بغيتي انت يا فريتوتو انا انت انا بلاتي شوف انا غادي ندوز لك دابا السيد اللي غادي يرد عليك ديريكت حتى هو استعد منبور السي احمد العطلاوي صاحب الرتبه 14 ويكون السي الحرشاوي احمد السي الحرشاوي احمد ما كاينش كنظن اذا غادي يكون السي بريما خليل الان استعد من وراه السي عبد السلام العامري تبارك الله على القريب بالصحه وراحه صحيح.
وليد بالرما على جماعة أيت يدين من جمعية بالرما للفروسية. تبارك الله عليك انت وركب لبان بتاعته ولزيته عبسلام العامري على بركة الله يخليك السعد مرموران هدوني رقم جوج حمد والشيع هدينا البارو يلا هو رقم ثلاثة ايش من دعاء اجتماع السعد صحة 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 سي بن عمو وعبو وناس العلاوي Thank you.
I'm
تكمل الهم وتجيب الدرهم هو كان Come on, 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 come on
عشاق فريق الفلوس، عشاق كلام الراقي، كلام المكتوب. العشية إن شاء الله رح بعد ما غادي نسالي الخير، غادي يكون عندنا مواعيد معاكم هنا في الحشدة اللي متواجدة في بلاد الحرباز. كانوا موجودين باش تستمتعوا معنا في حول الله مجموعة من فرق اللي جاتنا ومجموعة من المناطق ومجموعة من المدن كذلك. إذا راه شفتوا الجريدة اللي غادي تبارك الله السي فريد عبد الله خويا نبو سيدي نقول مثل العربي ما كتمشي للرجل غير في لحظه القلب. Thank you.